وصلنا الدور التاسع. بنصور لكم شقة دوبلكس 3+1. تعالوا معنا نديكم تفاصيل أكثر من داخل الشقة. أول ما ندخل الشقة زي ما أنتم شايفين عندنا المنطقة هذه منطقة الموزع. يسارنا على طول عندنا دولاب خاص بالأحذية والعبات، بجوارها الدرج المؤدي إلى الدور الثاني. خلف الباب الرئيسي للشقة عندنا هنا جهة اليمين دورة مياه أولى. نتوجه على الصالة. لو تلاحظوا هنا الصالة مساحتها كبيرة وحلوة وطلالتها على البحر زي ما انتم شايفين. تقريبا مساحة الصالة نقدر نقول 6×5، وهذه الإطلالة الرائعة على منطقة يمرة وعلى البحر أيضا. لها مخرج للبلكونة، البلكونة هذه مشتركة بين الصالة والمطبخ زي ما انتم شايفين. منطقة يمرة الحاجة الحلوة فيها انها مخدومة بكل الخدمات، نقدر نقول الشارع الرئيسي فيها المواصلات، السوبر ماركتات، المطاعم، يعني كل اللي نحتاجه نحصله في منطقة يمرة. نكمل تفاصيل الشقة. أيضا ما ننسى أنه الشقة هذه معروضة بالأثاث والديكورات السقفية، أيضا إنارات ليد مخفية بسبوت لايتات. بجوار الصالة عندنا المطبخ. المطبخ جاهز بالأجهزة الكهربائية، عندنا الفرن، وشفاط الغاز، غسالة الصحون، والمخرج اللي قلناه المؤدي إلى البلكونة. عند الأجهزة كلها متكاملة، يعني شقة حلوة متواضعة. نتوجه إلى الدور الثاني نشوف الغرف. وصلنا الدور الثاني. الدور هذا موجود فيه 3 غرف ودورة مياه. دورة المياه هذه بتخدم الـ3 غرف أو الدور الثاني. دورة المياه هذه موجود فيها نظام جاكوزي المروش، بالإضافة إلى يعني حمام متكامل. عندنا الغرفة الأولى هذه. الغرفة هذه لها مخرج للبلكونة، وهذه الغرفة الثانية أيضا لها مخرج للبلكونة، بالإضافة إلى الغرفة الثالثة. يعني كل الغرف لها مخرج للبلكونة. البلكونة كبيرة ما شاء الله تبارك الله، مزودة بالزجاج المتحرك، وحاجة إضافية حاطها أيضا في البلكونة، حاطة مكيف عشان فصل الشتاء شهر 8 أغسطس يوم يكون شوية حر، فنقدر نستمتع بالهواء الحلو. حاجة جميلة. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.